وخلينا نبتدي معاك برؤيتك للي حصل حتى هذه اللحظة، يعني منذ بدء المسابقة الموسم ده شايف الأهلي ماشي إزاي، وخصوصا طبعا لو خدنا في الاعتبار حفاظه على العلامة الكاملة وفوزه في كل اللقاءات، هل البداية دي مطمئنة للي جاي؟ بداية مبشرة. طبعا يعني في البداية طبعا أنا سعيد جدا بتواجدي معاكم، ببقى مبسوط جدا بتواجدي معاكم. إلا الصحيان بدري. لا والله ما أنا كده كده في المدارس طبعا. دايما يجي عندنا معظم الضيوف يقولوا لنا إحنا بننبسط قوي إحنا معاكم، بس الصحيان لا، ما دام في مدارس أنا من الساعة 7 بكون صاحي. فلا طبعا بدايه مبشره جدا للنادي الاهلي، بدايه يعني كتير من جمهور النادي الاهلي طبعا مبسوط منها، العلامه الكامله، مباراه كان فيها مباراه صعبه جدا لعبت فيها النادي الاسماعيلي، نادي الزمالك، مغازل المحله من الفرق الصعبه جدا طبعا نادي المقاولين ونادي البنك الاهلي، طبعا كان ماتشات تقيله وماتشات رخمه وعاملين تدعيمات كويسه، لكن انا بكلمك على الماتشات اللي النادي الاهلي كان يعني كان فيها صعوبه كبيره، او المفروض كاسامي كبيره واسامي فيها تاريخ كبير وفيها نديه كبيره جدا، كانت البدايه في ماتش الاسماعيلي. النادي الاهلي ومستر موسيماني بدا الموسم بشكل مفاجئ للجميع بطريقه لعب جديده وطريقه لعب كانت مختلفه تماما عن اللي بدا بيه او نهى بيه الموسم اللي فات. الصفقات الجديده اللي النادي الاهلي عملها مستر موسيماني بيعتمد عليها بشكل كبير جدا، لحد دلوقتي في كتير منها بيقدم مردود كويس جدا. كانت البدايه في مباراه الاسماعيلي النادي الاهلي عمل لقاء ولا اروع، عمل بدايه ولا اقوى، عمل كل اللي الناس كانت عايزاه في الكوره اتعمل في اللقاء ده، كان وجه يعني زي انذار شديد لهجه لكل فرق الدوري، النادي الاهلي السنه دي مش هيفرط في البطوله، اداء ومستوى بدني وفني تركيز شديد جدا من جميع اللاعبين، غزاره تهديفيه في بعض الماتشات. في الماتشات لا يعني خلينا اقول لحضرتك حاجه، الماتشات اللي فيها تركيز شديد جدا بيبقى فيها نديه كبيره، النادي الاهلي لما بيركز كانت فيها غزاره تهديفيه، يعني ماتش الاسماعيلي النادي الاهلي كان مركز جدا، الجيم كان مفتوح، النادي الاسماعيلي ما لعبش زي مثلا البنك الاهلي ما لعبش زي المقاولين، الجيم في الاسماعيلي وفي الزمالك كان جيم مفتوح شويه، فكان النادي الاهلي عنده اللعيبه اللي تقدر تستغل المساحات اللي تقدر تلعب في المساحات اللي في ظهر المنافسين، عنده السرعات اللي تقدر تترجم له كل ده، فلما الفرق يعني هي بقى المشكله في الناحيه الثانيه التكتلات الدفاعيه اللي النادي الاهلي بيقابلها، اكيد في فرق كتيره بالمستوى القوي اللي النادي الاهلي قدمه والعناصر الهجوميه الكبيره جدا والقويه جدا اللي النادي الاهلي بي بي يعني بتكون موجوده عنده في التشكيل، والسرعات اللي عنده في الخط الامامي بقى عنده سرعات زي بيرستاو وعنده مهاره كبيره جدا محمد شريف قفشه وانطلاقاته من الخلف، فما عندوش سرعات لكن عنده التمريرات اللي بيحطها ما بين الخطوط اللي هي بتعمل فرق كبير جدا، فاعتقد ان النادي الاهلي او مستر موسيماني الفتره الجايه لازم يشتغل على التكتلات الدفاعيه، لما بيلعب المقاولين بيبقى المقاولين بيلعب 90 دقيقه بيلعب زون مقفل بيعتمد على الهجمه المرتده، البنك الاهلي كان نفس الكلام بيحاول يقفل على النادي الاهلي المساحات، بيحاول ما يخلقش مساحات كبيره للنادي الاهلي لانه عارف لو حاول يفتح المساحات على النادي الاهلي هيتعرض لمشكله كبيره جدا، فالانديه دي لازم النادي الاهلي يعرف اللي فيه مستوى او مستر موسيماني يعرف اللي فيه مستويات هتقابل النادي الاهلي من اول دقيقه على الزون من زون ديفنس وهتلعب على هجمه مرتده، فلازم يبقى فيه حلول كتير، وهو عنده يعني عنده ما شاء الله دلوقتي حتى الدك عليها اوراق رابحه كتير جدا. صحيح. تقدر تغير من شكل اللقاء لو اللقاء اتعرب او اي حاجه حصلت، لا يقدر يغير له من سير اللقاء بشكل كبير جدا. طيب ده الشق الايجابي.